هكذا معنى المواطن أبو الخير، الملقب أبو الخير. هذا أبو الخير إنسان لقد حصل على تجربة لمكافحة فيروس الكورونا. أستاذ أبو الخير يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضل أستاذ أبو الخير. النتيجة اللي توصلت إلها لمعالجة فيروس الكورونا ما هو؟ نعم، هذا بالنسبة للكورونا هذه اللي عجت في انتشرت في القطاع، اللهم صل على النبي، لازم يأكلوا لها التومة. التومة هذه فيها أول شيء اللهم صل على النبي، التومة فيها فوائد كثيرة، تقتل كل الجراثيم والميكروبات. صلت على النبي. وبالنسبة للبصل الأخضر والفلفل الناشف والبقدونس والشطة، هذا فيه فوائد كثيرة. طيب صلت على النبي. طيب التقريبا أنت كم حال يا أستاذ أبو الخير عالجت يعني؟ أنا عالجت حوالي 350 عائلة. مش عالجوا خمس. اكيد اكيد اتصال من شو اسمه. نعم، نعم. من انسان محجور في الحجر. صحيح، اكيد. اعطيه نعم. السايلنت عشان ترجع له تعطيه الوصفه، لان انت لقيت مباشر. الو مرحبا، انتم على الفطور وعلى الغداء وعلى العشاء. سلت عن ابو بتاخذ بصل، بتاكل بصل وبقدونس. انا موجود بدي علاج، موجود عند الحجه بعض الشدات. الشدات فأنت بتأخذ العلاج هذا وبتتوكل على الله. ماشي، يلا الله يعطيك العافية. طيب هي. هل طيب. الصين استفادت بخبرتك يعني وصلت معك بخصوص الفيروس؟ لا، بالنسبة للصين ما تواصلوش معي. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. فهم بقولوا لحتى الآن ببحثوا عن علاج، بقولوا توصلوا أنهم لقوا العلاج وممكن ما لقوش. زي ما تقول الأخبار عندهم غامضة شوية، مش عاطين السر تبعها. طيب انت يعني السر انه انت سر غزة؟ احنا بالنسبة لغزة صليت على النبي، احنا العلاج تبعنا موجود عندنا. العلاج تبعنا التومة درجة أولى، بعدين بيجي البصل، صليت على النبي، البقدونس، الجرادة، الأعشاب عندنا في موسم الشتاء، في حرحيرة، في صليح، في نفل، في جلبان، صليت على النبي، الجرجير، هذا فيه فوائد 100%. في الأرض موجودة. وكيف الوقاية من مرض فيروس الكورونا؟ هذا بالنسبة للمرض اللي هو الفيروس الكورونا، سببه باكلوا المرتديرة هذه، هذا اللي بصنعوه من الله عزك الجلاليط والمصارين تبعات الدجاج، بحط عليها مادة حافظة، هي اللي سببت الأمراض والشبسي. ويرجعوا لربنا سبحانه وتعالى اللي تبعوا النتات، سلف عنا بالنتات، هذا نشرت الفساد في الكون كلهيته. فربنا سلط عليهم اللي هي هذه الكورونا. هل هذا الجند من جنود الله؟ نعم، والنعم بالله. فعشان يتوبوا ويرجعوا لربنا، صليت على النبي، ان شاء الله ربنا يخفف عنهم المرض هذا، يعتبروا. يعتبروا. فالسعوديه هذا لازم ربنا